للأسف اليوم بصير الشهر التاسع للفراغ الرئاسي والجلسة 19 بدون انتخاب رئيس. هالمرة فضلت يعني تم أطرح القضية هيك أهلية بمحلية، فضلت أعمل نص صغير مكتوب بيعبر بشكل أفضل عن يلي عم بصير فينا من وراء الفراغ الرئاسي. إن هذا الفراغ يثبت يوما بعد يوم أنه بغياب رأس الجمهورية تتآكل الدولة رويدا رويدا، بدءا هو نهاية هلأ من عدم الاتفاق على آلية لتسيير عمل الحكومة، مرورا بشلل عمل مجلس النواب، وصولا إلى كل الدوائر والإدارات الرسمية، عدا عن الانكماش الاقتصادي وحالة اليأس والقرف التي يشعر بها كل مواطن لبناني. لحد هلأ هي نتيجة الفراغ بسدة الرئاسة بالوقت يلي ما في أي أسباب موجبة لها الفراغ. اليوم كانت الجلسة 19، من أول جلسة كان لازم كل الكتل النيابية تنزل تنتخب رئيس الجمهورية. إذا فينا نتفاهم قبل جلسة الانتخاب بيكون شغلة كتير منيحة، إذا ما فينا نتفاهمنا قبل جلسة الانتخاب ما هو مشان هيك معمول انتخابات، توقت الناس ما بيقدروا يتفاهموا بيروحوا بيعملوا انتخابات. للأسف الكتل يلي ما عم بتروح بعدها مصرة على رأيها وما عم بتروح، وبالتالي بعدهم عم بيتسببوا بالفراغ يلي هاي عم تكون نتيجته على كل المستويات. النقطة الثانية اللي بدي أحكي فيها بموضوع الانتخابات الرئاسية هو الكلام يلي بأيده تماماً يلي صدر على لسان الرئيس بري، يلي قال لأول مرة حصل اللبنانيون على جائزة كبيرة هي لبنة انتخاب رئيس الجمهورية وخسروها. أنا برأيي بعد عنا مجال نستردها، ما خسرناها كلياً. كان باستطاعة الأفرقاء اللبنانيين انتخاب رئيس للجمهورية لكنهم لم يتفقوا. اللي عم بيقوله الرئيس بري صحيح تماماً، بخلاف يلي بيجربوا كتيرين تانين يشيعوله إنه اللبنانية ما فيهم يعملوا انتخابات رئاسة الجمهورية. بالعكس، اللبنانية مطلوب منهم هالمرة، مش ما فيهم، فيهم الأمر بإيدهم، لأنهم 128 نايب ومنتخبينهم ناس من لبنان، فيهم ينزلوا على المجلس النيابي ويبدوا رأيهم الحر ويصوتوا للرئيس اللي بدهم إياه، وبالتالي بالمبدأ فيهم. بس البعض منهم، البعض عملياً ما عم بيمارسوا هالحق، مشان هيك عم نخسر لبنة الاستحقاق لحديث هلا. أنا بتمنى أنه الكل ياخد عبرة من هالحديث، من يلي طرحه الرئيس بري، من يلي عم بحكيه هلا، تنروح كلنا سوا على القليل بالجلسة 20 وما نضل خسرانين لبنة الاستحقاق ماذا وإلا نحن بإيدينا. يلي عم بيعطلوا بيكونوا بإيديهم، عم بيشيلوا قرارنا الحر، عم بيحطوه بمكان آخر في زاوية من زوايا اللعبة الإقليمية أو الدولية. النقطة الثالثة بما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية هي صراحة النقطة الأهضم. هالمرة السيد حسن يعني اللي حكيه بخصوص موضوع رئاسة الجمهورية، بس بتمنى على طول يعني يضل هيك بهالوجه المهضوم أفضل شوي من الأوجه الأخرى. بيقول السيد حسن مجددا، السيد حسن عم بيحكي بآخر كلمة له، ولكل الحريصين على منع الفراغ وعلى إعادة إنتاج المؤسسات في لبنان أقول لهم لا تنتظروا المتغيرات، لا تنتظروا متغيرات في المنطقة والعالم والخارج، لا تنتظروا ملف النووي الإيراني، لا تنتظروا المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لا تنتظروا المفاوضات ولا الحوار الإيراني السعودي، لا تنتظروا أي شيء في المنطقة. أنا الشغل المهضومة ما عرفت السيد حسن لمين عم بيحكي، عم بيحكي لنا إلنا؟ ما نحن من أول جلسة للجلسة هلأ 19 نوابنا كلنا سوا تحت ك14 أدار، ككتلة رئيس بري، وككتلة وليد جملان. فأذن عم بيحكي لمين هالحكي؟ يلي منتظر هو يلي عم بيعطل انتخابات الرئاسة، يلي عم بيروح على انتخابات الرئاسة هذا مش منتظر شيء. وبالتالي السيد حسن عم بيحكي هالحكي، أنا بتمنى يسمعه هو أول واحد ويتصرف على أساسه، بمعنى أنه ما ينتظر شيء، ولا ينتظر اتفاق إيراني سعودي، ولا ينتظر اتفاق إيراني أمريكي، ولا ينتظر تطورات بالمنطقة. يحمل حاله يبعث كتلته على مجلس النواب، ما بعتها لحد هلأ، في بعتها بالجلسة 20 يلي بدها تصير ب11 أدار ومنتخب رئيس جمهورية. أنا الأيضا مهضومة لأنه غريب، يعني أنا لو كنت أطلب منه حكي أتوجه فيه لحزب الله كنت بقول هالحكي هذا، سيد حسن توجه لنا فيه، مشان هيك استغربت ولقيته حكي مهضوم مع أنه نتيجته ما أنا مهضومة أبدا على البلد.
بنقل من موضوع رئاسة الجمهورية لبعض النقاط الأخرى الحساسة يلي طرحت، البعض منها كمان إجا بكلمة سيد حسن الأخيرة. بيقول السيد حسن بيدعي لإنشاء استراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب. أنا كلياً معه، كلياً يعني وبدون تردد مع الوصول إلى استراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب. بس سيد حسن، استراتيجية وطنية معناتها أنه كل فرقاء البلد بدهم يكونوا فيها. استراتيجية وطنية يعني الحكومة اللي هي الهيئة الشرعية اللي كل فرقاء البلد فيها، مع أنه نحن بالوقت الحاضر منا فيها، بيكون قرار فيها. استراتيجية الوطنية مش معناتها أنه حزب الله بيأخذ القرار وبقية اللبنانيين عليهم أنه يلحقوا هالقرار ويتحملوا تبعاته. وبالتالي أنا بتمنى تماماً أنه نوصل على استراتيجية وطنية، بس استراتيجية وطنية مش استراتيجية تقرر في مكان آخر وعلى اللبنانيين أن يتحملوا نتائجها ويلحقوا فيها. في مكان آخر من الحديث ذاته بيقول السيد حسن، وهذا أول خطير ومنه دقيق أبدا، لأننا قد نتفق على عدو هو الإرهاب ونختلف للأسف على عدو هو إسرائيل. غير صحيح سيد حسن، متفقين على عدو هو الإرهاب، متفقين على عدو هو إسرائيل، بس من جديد المنا متفقين عليه بما يتعلق بهالعدو اللي اسمه إسرائيل، هو مين بياخذ القرار بكيفية مواجهه وكيف ومتى وأين. مش معناتها إذا متفقين على إسرائيل عدو معناتها أنه حزب الله انطلاقا من مصالح إيران استراتيجية بالمنطقة بشن سعة البدو عمليات على إسرائيل، أو بيبعت طيارة، أو بيجيب طيارة، أو بيخطف عسكري. مع أنه ما نزعلينين أبدا على خطف عسكري إسرائيلي، زعلانين على أنه فريق من الفرقاء اللبنانيين وحده دون التشاور مع الآخرين هو أخذ هالقرار. فإذا هالكلام غير صحيح، هالكلام يناقض الواقع تماما. متفقين على الإرهاب كعدو، متفقين على إسرائيل كعدو، المنا متفقين عليه أبدا هو مصادرة القرار الاستراتيجي والعسكري والأمني من قبل حزب الله والطلب من بقية الشعب اللبناني أن يلحقوا على العميان. نقطة الثالثة بالحديث ذاته كمان بيقول السيد حسن، أنا أدعو قبل أن يذوب الثلج على حدود السلسلة الشرقية إلى تنسيق بين الجيش اللبناني والجيش العربي السوري. أي الجيش العربي السوري؟ في جيوش عربية سورية. وأنا أدعو الحكومة اللبنانية إلى التنسيق مع الحكومة السورية. وهي الحكومة السورية نجد وهنية في ملف اللاجئين أو المهجرين وفي الملف الأمني. طيب سيد حسن، أنت دعيت عدة مرات بحديثك خطابك إلى استراتيجية وطنية، إن كان في مواجهة الإرهاب ولا في مواجهة كل المخاطر المحدقة بلبنان. كتير منيح، استراتيجية وطنية يعني الوطن فيها كله سوا. طيب سيد حسن، معك خبر أنه أقله 60-70% من الشعب اللبناني بيعتبروا النظام الحالي بسوريا وكأنه لم يكن، بل بيعتبروا نظام مجرم. ما معك خبر سيد حسن من وراء كل استطلاعات الرأي اللي صار، من وراء قراءاتك العامة والاطلاع على آراء الناس، أنه 60-70% من الناس بيعتبروا الحكومة السورية الحالية وكأنها لم تكن؟ أي حكومة سورية حالية؟ وبسوريا صار فيه ما حدا بقى عارف قديش عدد القتلى بالضبط، 300,000، في البعض بيقولوا وصل لنص مليون. ما أي حكومة؟ أي دولة فيها حكومة وفيها جيش ما هيك بيكون فيها هالقد قتلى؟ ليش نزلت يعني إمبريزارية على سوريا، أو نزل شينيزك عليها نيزك هو اللي روح العدد من القتلى، أو انطلاقا من النظام الموجود؟ في سرطان موجود بسوريا، وللأسف للأسف تفشى هالسرطان وولدنا سرطانات أخرى. تجي بتقلنا نتعاون مع السرطان الأساسي مش أنت نحارب السرطانات الفرعية اللي طلعت، السرطانات الفرعية اللي طلعت انطلاقا منه؟ هذا منه منطق، وهذا يضحط كل ادعاء بأنه تنتف على استراتيجية وطنية. اتفاق على استراتيجية وطنية بأي مجال من المجالات يعني بدءا احترام رأي الآخرين وأخذ بعين الاعتبار، وهالكلام هذا يعني يثبت على أنه ما في احترام لرأي الآخرين، لأنه معروف رأي الشعب اللبناني عم بحكي. وبأي وقت من الأوقات نعمل استطلاع رأي كامل تنشوف أكترية من الشعب اللبناني كيف تنظر للحكومة السورية الحالية وكيف تنظر للجيش السوري الحالي. من جهة أخرى ما كمان بده يكون في حد أدنى من المنطق بالعمل السياسي. اليوم بتصير مظاهرة تنفترض بالبحرين، الشرطة البحرينية بتزت أم لمسيرة الدموع، بتقوم تقيم السيد حسن وبيعتبر هالأمر قمع. يا عمي هاي قمع. أما إذا الجيش السوري تبع بشار الأسد يلي بسميه جيش سوري بزت قنابل كيميائية بيروح بظرف 5 دقائق 1500 قتيل، إنه هاي صار معتبر جيش سوري وإنه عم بيدافع عم بيقاتل ضد الإرهاب،
ما في منطق بالشغل هيك، وبالتالي ما ممكن بهالمنطق نقدر نوصل لمطرح. انا بدعي جديا للوصول الى استراتيجية وطنية، بس انطلاقا من حد ادنى من المنطق المنطقي، مش من المنطق المعتبر اللي ما بوصل لمطرح. بترك هالنقاط بوصل على نقطة اخرى، هي مسألة الحوار بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. الحوار بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر مستمر. إن كان التيار الوطني الحر ولا القوات اللبنانية عم بيحطوا كل جهد لاستمرار ونجاح الحوار. أنا ما بخفي حدا على أنه مهمتنا عم بتكون صعبة، لأنه في ورانا 30 سنة يا أخوان، أنه ما كنا مش مختلفين عشي بها 30 سنة، مختلفين عمية شغلة وشغلة. مش هيك بلشنا صراحة من المطرح اللي لازم نبلش فيه، مع أنه البعض كانوا معتبرين لازم نبلش من ملف رئيس الجمهورية. جربنا نبلش من ملف رئيس الجمهورية، طلع أنه في عنا بكل بساطة، بقوله بكل صراحة، ما عنا فرد نظرة للأمر. يعني إحنا نظرتنا للأمر بما يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية معروفة شو هي. الإخوان بالتيار الوطني الحر عندهم نظرة أخرى مختلفة. مشان هيك تمن عرق الكل بقية العملية، حطينا هالنقطة على جنب وعم نكفي نبحث فيها، مش إنه تركناها، عم نكفي بركي منقدر نوصل لتصور واحد بما يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية، بس بالوقت بهالوقت تمن ضيعوا عم نكفي بحث الأمور الأخرى. وين صرنا بالوقت الحاضر؟ عم نحضر ورقة مبادئ كبرى. تقدمنا بعد عنا بعض النقاط بدنا نتفاهم حول منها. التيار الوطني الحر قبل ما سفرت بعت لي رد على ورقة كنا وديناها، هلأ عم نستعرض هالوضعة هالورقة تنرجع نشوفها بالهيئة التنفيذية، نحط ملاحظاتنا عليها ونرجع نوديها للتيار الوطني الحر. كمان ما بخفيكم انه من وقت الاخر في البعض مش مبسوطين بهالحوار، وعم بصير في بعض العراقيل او بعض العقبات، عم نشتغل كلنا سوا تنجرب نتخطى هالعراقيل والعقبات، ما نخليها توقف سد بوجه الحوار. نحن من جهتنا كقوات لبنانية بقول مستمرين، راح نحط كل الجهد اللازم لانجاح الحوار اذا الله راد. طبعا عندنا جمرة هلا بحضننا كلنا سوا اسمها رئيس الجمهورية، لهلا ما قدرنا اتفقنا حول تصور واحد لها، بس طبعا حوارنا بطال المواضيع اللبنانية عامة وبطال كافة الأمور، مشان هيك مستمرين ورح نستمر تنقدر نتفق على كل شيء إذا الله راد. النقطة الأخيرة بدي أطرق لها، بدي جدد عزائي الحار جدا للشعب المصري، بالواحدة وعشرين مواطن مصري قبطي يلي استشهدوا بليبيا بأبشع طريقة ممكنة. بدي جدد عزائي الحار للرئيس السيسي، للحكومة المصرية وللكنيسة القبطية. التعزية وحدة ما بتكفي بهالمجالات، يعني بتصور كل العالم، كلنا سوا كل العالم صار لازم يتحرك. يعني عنا مجموعات لا دين ولا رب ولا حدود إلا بتتصرف بأشكال صراحة يعني بأسوأ عهود الظلامية ما شفنا مثلها لا بأوروبا لا بالشرق ولا بالغرب. وبالتالي صار مفترض انه يصير في تحرك، بدنا نضل قاعدين عم نشوف. الساعة 21 مصري اعدموا في ليبيا، من بعد ما انا بنهار 100 عراقي اعدموا بالانبار، قبل ما انا بجمعتين 200 كردي اعدموا فوق بالشمال، وهلم مجرة وهلم مجرة، مش 200 100 اقول لي هني يعني. طيب انا بتقديري اللي لازم يصير، مش بتقديري بطرحي جدي، صار لازم يصير في تحرك جدي. يعني ما فيها تكون في جرائم هالقد جديه ومقبله. يعني للاسف المجموعه الدوليه بعدها عم تتصرف وكانه المساله مساله وجع راس او رشح صغير. لا ابدا، انا تماما مع الطرح المصري الداعي الى تشكيل ائتلاف دولي خاص بالازمه في ليبيا. ما فينا نترك الامور هيك. الامور وقت تتخطى، نحن على طول مع احترام اراده الشعوب طبعا، بس وقت الشعوب بتبطل موجودة بتبطل، يعني بتصير 100 شقفة بشقفة بشقفة، حتى هي الشعوب ما عم تقدر تسيطر على مصيرها، لأنه في قلة قليلة عم تسيطر لها على قرارها بالقوة المسلحة. تشكيل ائتلاف دولي طبعا بما يتعلق بليبيا بدها تكون مصر هي محور، وانطلاقا من حجمها من دورها ومن وجودها على حدود ليبيا لمحاولة إنهاء الوضع بليبيا، ترتيب الوضع بليبيا ولو بالقوة العسكرية. انه غير عن هيك شو ناطرين يا اخوان؟ بيقولوا البعض خلي الليبيين يتحاوروا، بتمنى، بس ما الليبيين صاروا 4 سنين عم بيتحاوروا، وكل من الازمه عم تتفاقم، وكل منهم الليبيين اول ناس عم بيموتوا اكثر واكثر. انا برايي في ازمتين هلا على السريع
المجموعة الدولية والعربية مدعوة بسرعة لوضع حد لهم، وما لهم حد إلا بعمليات كبيرة هي الوضع بليبيا والوضع باليمن. اليمن يعني إذا منعطيه بعد 3-4 أشهر بصفي مثل الوضع بليبيا. يعني نحن هلأ على عتبة ليبيا جديدة، وبالتالي أنه ننطر يرجع يصير الوضع هيك وهالقد تتحمل اليمن خسائر بشرية تندخل بدأ ائتلاف دولة إقليمي لليبيا جدي، بس مش أنه هيك بينقر نقرات من الجو، بدأ ائتلاف دولة إقليمي باليمن محوره بتكون دول الخليج حكما، لأنه اليمن وحدة من دول الخليج، منا على الأمر اليمن أبدا. بذات الوقت بدأ حلول سياسية جدية بسوريا والعراق، لأنه لازم نعالج عوارض المرض بالوقت الحاضر اللي هي داعش ومجموعات متطرفة، بس ما لازم ننزل المرض يلي وصل لداعش ومجموعات متطرفة. خليني استذكر أنا وياكم، من 4 سنين كان في داعش بسوريا؟ لا ما كان في داعش بسوريا. ليش صار داعش بسوريا؟ انطلاقا من النظام الموجود. بالعراق في عملية سياسية سوية لازم تصير، ماذا وإلا كمان رح نضل نشهد داعش. سنة 2007-2008 قضية على القاعدة اللي كانت موجودة، قضية على القاعدة، بس ما تسوى الوضع السياسي بالعراق، رجعنا انتهينا بداعش سنة 2012-2013. هلأ نفس الشيء، إذا قضينا على داعش بالعراق وبسوريا وظلت الأنظمة الموجودة مثل ما هي، طبعا مع الفارق بين النظامين العراقي والسوري، ظلت مثل ما هي، بتعطونا يعني شيء 6 أشهر سنة سنتين ونرجع بشيء اسمه مش داعش بس على أسوأ من داعش بعد. مشان هيك في مسؤولية كبيرة على المجموعة الدولية والمجموعة العربية للتدخل فورا إن كان في ليبيا ولا في اليمن لتسوية الأوضاع، لتوفير عزبات بشرية هيلة على سكان ليبيا وعلى سكان اليمن، من جهة أخرى على كل سكان دول المجاورة. وبالعراق وبسوريا صار بدها حلول سياسية بخلاف كل الأسبرين والبنادول اللي عم بنعطى بالوقت الحاضر، ماذا وإلا عزبات المنطقة رح تستمر إلى فترة كتير طويلة. أنا هيدي النقاط اللي كنت حبيت أتطرق لها اليوم، بفتح المجال إذا حدا عنده شيء أسئلة. دكتور جعجع، يعني اليوم لدينا مجلس نواب قد مدد لنفسه، لدينا أيضا حكومة جلساتها معلقة وشهور رئاسي مستمر، إلى أين ستذهب البلاد؟ نقطة البداية بانتخابات رئاسة الجمهورية، ما نتعذب نفتش عن حلول جزئية لأزمة الحكومة، ولا كيف نجمع مجلس النواب، ولا كيف نعالج هالمسألة. هاي بتضل كتير يعني بتاخد كتير جهد، وبتضل حلول كتير جزئية وموضعية ما بتأدي المطلوب منه. لازم نروح ننتخب رئيس جمهورية. الحل الأساسي نقطة البداية بانتخاب رئيس جمهورية. بعد 3 جمعة عنا جلسة ب 11 أدار. بدي أتمنى على كل الكتل النيابية المعارضة، لأنه يعني عم بروح المعارضة، إنها تروح تنتخب رئيس جمهورية. ما بيسوى حزب الله يضل مصادر انتخابات رئاسة الجمهورية، لأنه حاطط معادلة هالمرة بيعتبر أنه تعلم من تجربته مع الرئيس سليمان، وبالتالي يا بيجيب رئيس لقاله 100% يا بلا ما يكون في رئيس جمهورية. حكيم شارجة بقول يوم بمقالته عم بيقول أنه الإيرانية ما بيعارضوا انتخابك لرئاسة الجمهورية إذا كان في اتفاق مسيحي على توافق مسيحي على هالموضوع، مع أنه حضرتك كنت عم تقول أنه هم بيرفضوا. شو تعليقك على هذا الموضوع؟ ما بيعارضوا؟ أنا برأيي بيعملوا حرب، مش أنه ما بيعارضوا. تقديري أنا ما بعرف تقدير استشال شو هو، بس يعني أنا على طول بفكر لبنانيا بغض النظر مين بيعارض من برا من بوافق، يعني هذا الأمر لا يعنينا نحن هون. أنا بهمني أنه ما يعارضوا المجموعات الداخلية والفرقاء اللبنانيين الداخليين، بس برا إيران حرة موقفة. بس أنا بقيم أكيد أكيد أنه الأزمة تحولت إقليمية، أزمة رئاسة الجمهورية بعدها بإيدنا حياة لوقت من الأوقات، بس إذا منضل ما عم نعمل شيء إيه بكى بده يجي وقت من الأوقات يطب علينا دول المنطقة ودول العالم. لا أي متى يعني بده يضل هيدا المشهد نفسه يتكرر برأيك؟ بكل صراحة بالوقت الحاضر ماني شايف حل، إلا إذا الكتلتين المقاطعتين يعني بيصلبوا إيدهم على وجههم في وحدة صعبة، وبيروح على مجلس النواب ينتخبوا رئيس جمهورية. أوكي حكيم، إذا ما بتعتقد أنه بالكلام الأخير للسيد حسن نصر الله أنه أكد أو أعلم للبنانيين أنه ما تنتظروا شيء، يعني حتى بالجلسة المقبلة ما حيكون في انتخاب لرئيس؟ تحملوا مسؤولية الفراغ بسدة رئاسة الجمهورية وكل الأزمات النابعة عن هالفراغ. شوف هنعمل غير هيك.